عرفناكم مين الشخصية. نخش على النكد بقى. بصوا يا جماعة، أنا عايزاكم بس ما تحاسبونيش على أي حاجة تصدر مني وأنا بعلق أنا وآية على المشاكل دي، لأنها مشاكل مستفزة، ولكن يعني هي من الجروبات المغلقة، والحمد لله رب العالمين إنها مغلقة. بشكر ربنا بجد. ايوه، اصل الناس ما تقدرش تكتب باساميها يعني. برضو ما تقدرش تعمل ده، صعب. انا عايزه اقول لكم على حاجه، يا ريت انتوا تشاركونا في الحلول او للتعليق او المشاكل. لا، انا عايزاهم النهارده يشاركونا في التعليق. أوكي. عشان ما يبقاش طبعا صفحتنا، صفحه انا وهو وهي على فيسبوك، ارجوكم افتحوها حالا واحنا بنقرا لكم كده المشاكل في الجروبات المغلقه. علقوا لنا ايه رايكم في المشاكل دي. يلا ابدأي أول مشكلة وأنا هسكت. أنا خطيبي بيقول لي كل ما هاجي عندك مش هجيب حاجة ولا هديلك فلوس، والاتفاق إن الخطوبة على سنة عشان ألحق أجهز الشقة والفرح. قلت له طب الأعياد؟ قال لي لما تدخلي بيتي الأول أجيب لك كل حاجة اسمها، بيصرف على مراته. قلت له ماشي، عندك حق، تمام، أمين أمين. رد فعل ده مش عارفه بقى، ده هم كده كانوا قاعدين في قعده يعني، وبعد ما خلصوا سلموا على بعض، قروا الفاتحه ولا ايه. كل ما يجي عندنا اعمل له شاي او عصير. فقال لي، بتقول لك ده رد فعلي بقى على اللي هو قاله، يعني هي قالت له ماشي اتفقنا، بس بيتت له بقى. واضح كده، كملي. اخرك معايا عصير وشاي، هتعرفوا بقى هي ردتها له ازاي. فقال لي البنات بيتعرف، البنات بتطبخ يعني المعروف ان البنات بتطبخ لخطيبها لما يجي لها. انت ما فيش خالص؟ قلت له انا هطبخ واكلف اهلي مصاريف وهم اولى بكل جنيه زيك عشان يجهزوا لي، لما بقى بادخل بيتك ابقى اطبخ لك اللي انت عايزه، والاسم بطبخ لجوزي. بعدها قال لي انت ماديه قوي. قلت له الاصول ما بتزعلش، انا غلطانه في ردي. انتوا يا بنتي علاقتكم انتوا الاثنين توكسيك. زفت افسخوا الخطوبه. لا طبعا، اوعوا تسمعوا كلامي ولا تفسخوا الخطوبه، انا بهزر. لكن انا عايزه اقول لكم على حاجه، العلاقه دي مش سويه. يعني تعليقي على العلاقه دي انها مش سويه. اول حاجه كده، الحاجه اللي انا بستغربها، اديكي فلوس يعني ايه؟ هو في حد بيدي حد فلوس في الخطوبه؟ انا مش عارفه يعني ايه دي. لا ده انا ارجع بقى لجوزي تاني. بنجيب لبعض. لا بنجيب لبعض هدايا. لا بس في ناس بيبقى عندهم حاجه اسمها الموسم، اللي هو الاعياد وكده، بيجي ويجيب. يا حبيبي. لا كان بيجيب لي حاجات بجد. الموسم. لا مش موسم، يعني عيد، مش عارفه ايه، حاجات كده عاديه كده، انسيال، سلسله، حاجات. احنا اتخطبنا وقت طويل قوي. هو المريب في القصه دي انه هم ما فيش اي حاجه منهم طالعه بحب يعني. انا مش هجيب عشان انا ما عنديش فلوس. اوكي، مفهوم، ممكن تبقى بتعمل جستشرز لطيفه بفلوس قليله يعني، خش عليها بورده، خش عليها هي كده كده اكيد هتبقى مستوعبه ان انتوا في وقت ضغط. خدها اعزمها على عصير، اي حاجه يا ستي، اي حاجه. بس مش ممكن هما مادين قوي هما الاثنين، مش هي بس. لا انا عايزه ارجعك بقى للجمله بتاعتك اللي قلتيها من شويه، انك انت وانت بتتجوزي لو بتحبي نفسك هتختاري احسن شخص يجي يتقدم لك. هل هي تحب تعيش بالطريقه دي ولا لا؟ ما اعتقدش. اوزنيها في مخك، عايزه شخص بيحسبها بالورقه والقلم قوي 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 كده ولا لا؟ لو لقيتي ان كملي، وخصوصا ما تقوليش بعد كده بقى اصل انا هرد له، لانك انت هتبقي داخله حياه بتردي فيها على تصرفات هي مش عاجباكي من الاول. ارجوكي عيدي التفكير تاني، لان شخص بيحسبها بالورقه والقلم كده واضح انه مش عاجبك، لانك انت اضطريتي ترديها له بان لما يجي لكم تشربيه شاي او قهوه او عصير بس. وطالما مش عاجبها ليه وافقت يا دينا؟ يعني ليه قالت له تمام اوكي؟ يعني ليه ما تقول له الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ تقول له على فكره القصه مش قصه فلوس، انا ما يهمنيش الفلوس، خلينا ننزل نشرب حتى لو عصير مع بعض، لو دخلت عليا بشوكولاتايه هبقى مبسوطه. فاهمه قصدي؟ لكن ايه، لا تمام بس مش هتشرب غير شاي وعصير. ايه الاجواء؟ عيدوا التفكير في البلد دي صعبه قوي. عيدوا التفكير عشان على فكره المشاكل الصغيره دي بعد كده تكتشف. مثلا افرضي لو كان بخيل، ما انت هتعاني وانت متجوزه. صح. طيب افرضي لو كان جليات، على فكره دي مش كلمه خارجه، جليات اللي هو يتعامل مع الناس كدبش مش كمجامل. ما عندوش اللي هي السنس، الذوقيات العصافير دي. فلو انت قابله انك تتجوزي واحد زي ده، جو اهد.